السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل باقي الجزء النظري بتاع السيادة التكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. ممكن نلاحظ إن أغلب الناس ابتدت تمل من النظري، بس يعني أنت عشان تدخل الامتحان الدولي سواء الـ ICDL أو الـ IS3 لابد إنك تكون عارف النظري بتاع الجزء بتاعه. يعني الـ ICDL 50% عملي و50% أو ممكن نقول 70% عملي و30% نظري، بس النظري الامتحان بيغلب عليه الجزء النظري. بداية كده قبل ما نكمل، كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم يا رب جميعا، وان شاء الله بإذن الله بعيد فرحة وسعادة على الجميع ان شاء الله. طيب بالنسبة للـ ICDL والـ ICDL Teacher والـ IS3 والـ MOS، عايزين نعرف الفرق ما بين أربع حاجات دلوقتي. إيه هم الأربعة؟ إحنا هنشتغلهم مع بعض دلوقتي أهو. هنعمل تيبل الفرق ما بين الـ ICDL والـ ICDL Teacher والـ IS3 والـ MOS. دلوقتي هنعرف الفرق ما بين الاربع حاجات دول. ايه هما الفرق ما بين الـ ICDL العادية والـ ICDL Teacher والـ IS3 والـ MOS؟ هما التلاتة هي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، الـ ICDL والـ IS3 والـ MOS. أما الـ ICDL Teacher دي أطلقوها في مبادرة وزارة التربية والتعليم. هنعرف الفرق ما بين الأربعة دول. اولا بالنسبه للـ ICDL اللي هي الاصدار القديم، الاصدار القديم اللي هو الاصدار السادس، تمام. الاصدار السادس بيتكون من ايه؟ اساسيات كان 7 مديول. اول مديول اساسيات الكمبيوتر، بعد كده اساسيات الانترنت، اساسيات تكنولوجيا المعلومات، اللي هو الوورد اللي هو برنامج تحرير النصوص، والباوربوينت، وعندي الاكسل، وعندي الاكسس. انا عندي في اساسيات الانترنت كان في برضو شرح برنامج، دول ده اللي هو الاصدار السادس اللي هو الاصدار القديم. ده اللي هو الاصدار القديم. طيب الاصدار الحديث، الاصدار اللي هو الخامس اللي هو الحديث،
طيب الإصدار الحديث بيتكون من إيه؟ بيتكون من 3 مديول. ايه هما الـ3؟ اول مديول اساسيات الكمبيوتر والانترنت وتكنولوجيا المعلومات، ده اول امتحان. الامتحان الثاني التطبيقات المكتبية اللي هو الوورد والباور بوينت والإكسل. الثالث اللي هو مادة جديدة اسمها الأمن السيبراني. المادة دي كلها نظري، ده اللي هو الإصدار الحديث. بيجوا 3 امتحانات بدل ما كانوا 7 في الإصدار القديم، ولغوا برنامج الأكسس معايا، اتلغى. طيب الاي سي دي ال تيتشر نفس القصة، بس في مديولات زيادة، في حوالي مديولين او 3 زيادة، في 3 مديولات زيادة. ايه هما؟ عندي أساسيات كمبيوتر وعندي يعني الامتحان الدولي بتاع الـ ICDL العادية، هيخش يمتحن الـ ICDL Teacher، مش هيمتحن في الـ7 امتحانات اللي امتحنهم، لأ، في 3 مواد زيادة هيمتحن فيهم، بس 3 مواد بس هيمتحن فيهم. أساسيات الإنترنت إن هي 9 مديول، بعد كده اللي هو برنامج الوورد بعد كده الباوربوينت بعد كده الاكسل بعد كده في حاجة اسمها المشاركة عبر الانترنت بعد كده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم بعد كده أمن المعلومات للمعلم 9 اللي هي الطباعة وإدخال البيانات. دي أسهل مادة فيهم، بيشوف سرعتك في الكتابة قد إيه. هل بتاخد مثلا لو قطعة بيديك قطعة أقول لك مثلا معاك مثلا بالظبط 5 دقايق تكتب فيها مثلا 2 3 صفحات، ممكن اقل من كده. فانت في الاي سي دي اللي امتحن الشهاده الدوليه وعايز يمتحن التيتشر، مش بيمتحن في اساسات الكمبيوتر، حتى اللي امتحن فيها هنا مش بيمتحن فيها هنا. طيب الاي سي 3، الاي سي 3 3 مديول. اول مديول في الاي سي 3 أساسيات الكمبيوتر اللي هو بينقسم لـ الاي تي والويندوز. تاني حاجة اللي هو التطبيقات المكتبية اللي هي الوورد والباور بوينت والإكسل.
تالت حاجة بيمتحن فيها اللي هي أساسيات الإنترنت. ده بالنسبة للآي سي 3. وعلى فكرة هتلاحظوا إن المناهج واحدة بس الآي سي 3 مطورة أكتر من الآي سي دي ال. الام او اس انا بمتحن يا اما في برنامج الوورد. انا عندي ثلاث حاجات، عندي الام او اس والام او اس اي والام او اس ام. الام او اس معناه مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست، متخصص مايكروسوفت اوفيس. اما الام او اس اي معناها مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست اكسبورت، خبير متخصص في مايكروسوفت اوفيس. اما الثالث اللي هو مايكروسوفت اوفيسياليست ماستر، واخد ماستر في تخصص مايكروسوفت اوفيس. دول الثلاث شهادات فيهم. طيب انا ممكن امتحن ايه في هديه؟ يا اما معايا برنامج الوورد، ممكن ادخل الامتحان الدولي بتاع برنامج الوورد الباوربوينت. الاكسل، الاكسس، الاوتلوك. تمام، معنى كده ان لو عايز امتحن امتحان الوورد بس بامتحن الوورد بس، مش لازم امتحن الباقي. طيب الوورد بمر بثلاث مراحل، عايز امتحن مرحله واحده فيهم برضو عادي. عايز امتحن المرحله الاولى اللي هي مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست عادي، بعد كده عايز ادخل على الاكسبورت ادخل على اللي هو الخبير، بعد كده عايز ادخل على الماستر ادخل على الماستر. فده فرق ما بين ثلاث اربع شهادات زي ما انتم شايفين كده. احنا في الدبلومه ان شاء الله المحتوى اللي بنشرحه في الدبلومه ضامن كل الشهادات دي، الاي سي دي ال واي سي دي ال تيتشر واي سي 3 والام او اس. فاللي احنا بناخده في الدبلومه بيأهلك ان انت بعد كده تدخل الامتحان الدولي في اي واحد من الاربعه دول، تدخل في الامتحان الدولي في اي اربعه، في اي واحد من الاربعه دول. طيب زي ما قلنا باشمهندس محمود، اتفضل يا باشمهندس. هندسه، اتفضل هندسه. السلام عليكم ورحمه الله. باشمهندس محمد، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. هندسه، اخبار حضرتك؟ ربنا يحفظك وشكرا ليك وجزاكم الله خير. استاذن حضرتك في الاي سي دي ال حضرتك كتب الاصدار السادس القديم والاصدار الخامس الحديث، فهل هو فعلا الخامس هو الحديث والسادس هو القديم؟ يعني هي ماشيه في من اعلى لاسفل؟ بالظبط كده، في الاي سي دي ال ماشيه من اعلى لاسفل. من اعلى لاسفل، يعني في اصدار رابع مثلا وفي اصدار ثالث وثاني ولا ما؟ اللي هم نزل من بالظبط فيه، بس هو الموجود حاليا في السوق اللي هو الاصدار السادس والخامس بس. هم الاصدارين الجديد. والخامس هو الاحدث. هو ده الوقت اللي شغالين بيه الامتحان الدولي. شكرا لحضرتك. العفو يا هندسه. انا هبعت لكم الملف ده برضو. تمام، الفرق ما بين الاي سي دي ال واي سي دي ال تيتشر واي سي 3 وام او اس. احنا الجزء النظري يعني مثلا شرحنا نظري كمبيوتر وانترنت، النهارده تكنولوجيا المعلومات، وهنشرح الجزء النظري بتاع الامن السيبراني. والجزء اللي فاضل اللي هو جزء الطباعه ده مش محتاج شرح، لان هو بيديك قطعه بيقول لك ايه، بيقول لك اكتبها لي وبيديك وقت معين تكتب فيه القطعه دي.
أمن المعلومات للمعلم بالنسبة للمشاركة عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم. الحاجات دي هنتطرق ليها برضو بحيث إن أنت يبقى عندك خلفية بكل منهج الـ ICDL والـ ICDL Teacher والـ IS3 وبرضو الحاجات الأدفانسد أو المحترفة اللي إحنا شرحناها في باقي البرامج برضو يكون عندك خلفية عنها. هبعت لكم الملف ده ان شاء الله. وبرضو اللي عايز يدخل الامتحان الدولي بتاع الاي سي دي ال تيتشر بيدخله عن طريق برضو الموقع، لو عايز يسجل عن طريق الموقع برضو. وزي ما قلنا الشركه بتاعت الاي سي دي ال اسمها اريبيا، اما الاي سي 3 سيرت بورد. اريبيا شركه عربيه واخداها منظمه امريكيه بره، اما الاي سي 3 هي سيرت بورد شركة ليست عربية. أما الـ MOS دي تبع شركة مايكروسوفت. عندك ثلاث شركات: ريبيا، سيرتبورد، مايكروسوفت. تمام. في ده بقى نشرح في الجزء الاساسي بتاعنا بتاع النهارده اللي هو تكنولوجيا المعلومات، اللي هو في منه بالظبط في الاي سي دي ال التيتشر بس بالنسبة للمعلم. يعني ايه تكنولوجيا معلومات؟ وهل هي الانترنت هو جزء من تكنولوجيا المعلومات ولا تكنولوجيا المعلومات هي جزء من الانترنت؟ هي العكس صحيح، ان الانترنت هو جزء من التكنولوجيا. طيب التكنولوجيا اللي هي كل حاجة متطورة استخدمت فيها الآلات الحديثة، زي ان انا استخدمت الكمبيوتر في التجارة الإلكترونية، التعليم عن بعد. الاول ما كناش بنستعمل خاصية زوم، كناش بنعمل اللي هو تجارة عن طريق الانترنت، لكن دلوقتي الانترنت تطور اكتر بسبب ان في تكنولوجيا متطورة وحديثة. طيب بيتكون ايه مثلا تكنولوجيا المعلومات؟ احنا قلنا الهاردوير جزء من تكنولوجيا المعلومات، السوفت وير اللي هي البرمجيات جزء من تكنولوجيا المعلومات، الحوسبة السحابية اللي هي الكلاود اللي هو لو عايز اخزن ملفات بخزنها عن طريق الانترنت دي تكنولوجيا معلومات، اللي هي العمليات والداتا اللي هي البيانات تكنولوجيا معلومات، وزي ما قلنا الانترنت تكنولوجيا المعلومات، تقنيات اتصالات دي كلها برضو من مكونات نظام تكنولوجيا المعلومات، سواء سوفت وير هارد وير حوسبة سحابية، الانترنت، البيانات، العمليات، تقنيات الاتصالات، دي كلها من خلالها ممكن ادخل على جزء تكنولوجيا المعلومات. طيب انا بستخدم تكنولوجيا المعلومات في ايه؟ تكنولوجيا من اسمها تكنولوجيا، يعني انا حاجة متطورة، حاجة حديثة بستخدمها مثلا في الخدمات العامة، بستخدمها في الخدمات المالية، بستخدمها في الترفيه، بستخدمها في التعليم، ان انا مثلا اتعلم عن طريق برنامج زوم او البرنامج تيمز، ده كلها حق تبع التكنولوجيا. يعني خدمات مالية عن طريق ان انا مثلا اعمل تجارة الكترونية عن طريق انترنت وادفع دفع عن طريق انترنت برضو. الترفيه اللي هو مثلا الالعاب والصور، واللي هو جزء اللي هو التعديل على الصور الفوتوشوب، حاجات ترفيهية أنا باخدها عن طريق الإنترنت. طيب خدمات العامة، كل أنشطة ممكن تعملها ممكن تعملها عن طريق الإنترنت، تدفع فواتير عن طريق الإنترنت، تعمل رخصة قيادة عن طريق الإنترنت. بالنسبة للمنزل ممكن أدير المنزل من خلال نظام يتحكم بالإضاءة،
وتكييف الهواء ريموت، دي تكنولوجيا برضو. التعليم من خلال زي ما قلنا استخدام البرامج والألواح الإلكترونية، تمام، وعن طريق إن أنا بستخدم إن أنا بعرض بياناتي عن طريق بس مباشر، دي طريقة التعليم. طب أهميته إيه؟ أهمية تكنولوجيا المعلومات إيه؟ إن هي بتقلل لي الوقت، بدل ما أنزل وأروح أدرس أوفلاين بتقلل لي وقت، بس في نفس الوقت ليها أضرار، وهنعرف أضرارها إيه بعد كده، اللي هو ما يكونش فيه اتصال مباشر ما بين المدرب والمتدربين. طيب برضو بلاحظ ان بيكون فيه كفاءة في التعليم، بس مش دايما بيكون فيه كفاءة. بيقلل لي التكلفة، بدل ما انزل وادفع مواصلات ومش عارف ادفع في تكلفة قرص اكتر في المركز او المكان اللي هاخد فيه، لا انا هاخدها عن طريق الاونلاين بسعر مخفض وهيقلل لي وقت وبيقلل التكلفة. طيب بينمي لي اللغة بتاعتي، بيزود لي فعالية التعلم، بيزود الإنتاجية. طيب تكنولوجيا التعليم بتتكون من إيه؟ بتتكون من 5 حاجات مهمين، اللي هو التصميم والتطوير والاستخدام والإدارة والتقويم. تصميم، إن أنا أصمم المادة العلمية بتاعتي، إزاي أصمم المادة العلمية بتاعتي؟ طيب إزاي أطور من المادة العلمية؟ إزاي أستخدمها؟ ومين اللي ليه حقية إن هو يستخدمها؟ طيب ازاي ادير وقتي في تنظيم المادة العلمية؟ التقويم بقى بالنسبة للوقت، انا هاخد وقت قد ايه مثلا عشان اخلص الجزئية دي، وهكذا. طيب تكنولوجيا المعلومات في خدمة التعليم بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي تفاعل اكتر، تطور، تعزيز، ابتكار، ابداع، استكشاف، تعلم، ثقة، تواصل. ده كله ممكن يعمله لي في خدمة التعليم، وزي ما قلنا هدرس بالتفصيل اللي هو هندرسها في جزء التعليم. طيب يعني ايه تعلم احنا كنا نتكلم عليه دلوقتي؟ يعني احنا دلوقتي بنعمل تعلم الكتروني عن طريق الانترنت، عن طريق برنامج زوم، مفيش اتصال مباشر، اتصال بيكون غير مباشر، كل واحد من المكان اللي موجود فيه وبنعمل لقاء زوم. بيتيح لي إمكانية إن أنا أتعلم بسرعة، بس في نفس الوقت ليه سلبيات، هنعرف سلبياته دلوقتي. إيه الإيجابيات بتاعة التعليم الإلكتروني؟ توفير مصادر تعلم بالإعتماد على الوسائط المتعددة، إن هو بيوفر لي في التكاليف، إن هو هنلاقي إن أغلب المتعلمين عندهم مرونة في التعامل. طيب أما سلبياته، سلبياته ان هو ما يكونش فيه اتصال مباشر ما بين المدرب والمتدرب، ان في ناس بتفضل ان هي يكون فيه اتصال مباشر عشان تقدر تعمل زي لغه حوار ما بينها وبين المدرب، تتناقش مع المدرب. طيب قد يؤثر التعليم الالكتروني على الناحيه الصحيه، ان انا طول الوقت قاعد على الكمبيوتر، طول الوقت انا قاعد على اللاب، طول الوقت انا قاعد على التليفون، فالأشعة بتاعت الأجهزة دي اللي طالعة بتأثر عليا من الناحية الصحية. طيب التعلم الإلكتروني يضعف العلاقات الاجتماعية، فعلا العلاقات الاجتماعية ما بين الناس بتكون ضعيفة شوية، ميكونش فيه علاقات اجتماعية، لأن كل واحد بيحضر المحاضرة من ورا الشاشة ما يعرفش مين اللي حضر معاه تاني، فبيكونش فيه تواصل ولا يكون فيه علاقات اجتماعية ما بينك وما بين شخص آخر. العمل عن بعد، زي اللي انا بعمله دلوقتي، انا شغال من البيت، انا شغال مثلا من مكان تاني. طيب مثلا انا طلب مني شغل في مكان معين، انا بشتغل عمل حر، فانا بشتغل من اي مكان انا موجود فيه، فمعنى كده ان ايه العمل عن بعد، انا بشتغل من مكان بعيد عن مكان شغل الاساس، اللي هو مصطلح يستخدم للاشخاص الذين يعملون بعيدا عن مكان عمل، اما من المنزل او اثناء السفر. او اثناء السفر عن طريق البريد الالكتروني. طيب الايجابيات بتاعته برضو بيوفر لي في الوقت، وان هو بيزود لي القدرة على التركيز على اداء المهام، وان هو برضو بيقلل التكلفة المادية على صاحب العمل، مش عليك انت، على صاحب العمل. سلبياته بقى، ان انا كموظف مش موجود في مكان العمل،
فان انا اترقى في الوظيفه بتاعتي بيقلل لي فرص التقدم الوظيفي. طيب في بعض الموظفين بيحتاجوا لازم يبقى عليهم مشرف عشان يوجههم، يبقى في اتصال مباشر مع الموظفين الاخرين. طيب لو في عمل جماعي فهو بيضعف كده العمل الجماعي، بيضعف العمل بروح الفريق، وان انا ممكن اجل انجاز المهمه، يعني اقول لا خليها بكره، خليها بعده، خليها مش عارف ايه، فدايما بيخليني حاسس بالاحباط والكسل. بريد الكتروني يعني ايه؟ ايميل يعني ايه بريد الكتروني؟ ان انا برسل رسائل واستقبلها عن طريق طريقه الكترونيه، عن طريق الانترنت. لازم انا عشان ارسلها اكون متصل بالانترنت. طيب علشان شخص يستقبل بريد الكتروني مش لازم يبقى فيه، مش لازم الشخص ده يكون مستعد، او مش لازم يكون فاتح الانترنت، او مش لازم اراعي فروق التوقيت او الابعاد الجغرافيه. ممكن وقت ما يفتح يشوفها. التكلفه بتاعته اقل من البريد التقليدي. ان انا لما اجي ارسلها ممكن ارسلها عن طريق نصوص او اصوات او وثائق مرفقه. زي كده شكل البريد الالكتروني زي ما انتم شايفين اهو. اهو لو عايز اكتب اللي هو تضخيم الخط، إمالة الخط، وده خط تحت الكلمة اللي هو اللي احنا اخدناه في شرح البرامج زي ما انتوا شايفين. ده شكل الايميل، عايز انشئ نسخة وهكذا. لو عايز انشئ رسالة، دي البريد الوارد، وفي المرسل اللي انا ارسلته، والوارد اللي هو جاي لي، واللي انا مأجله، واللي انا عامل له ومخليه رسائل مميزة وهكذا. مراسلة لحظية. يعني ايه مراسلة لحظية؟ يعني اتنين بيعملوا محادثة في نفس الوقت، عن طريق الواتساب، عن طريق التليجرام، عن طريق السكايبي، عن طريق الفيسبوك، عن طريق التويتر، عن طريق اللي هو الفايبر. كل ده يعني اتنين بيعملوا محادثة مع بعض. المحادثة بتكون خاصة، انا برسل رسالة وبستقبل رسالة، سواء كانت رسالة نصية أو صوتية أو مرئية باستخدام الكاميرا. فدي بتسمح لشخصين إن هما يتحدثوا مع بعض في نفس الوقت، شخصين فقط. طيب في حاجة اسمها البلوجر أو مدونة الويب. ده موقع أنا ممكن أعمل أحط فيه اللي هو أكتب رأيي حول موضوع معين. ان انا مثلا ممكن احط عليه الفيديوهات خاصة بي، فيديوهات شرح، فيديوهات مثلا شرح لبرنامج معين. ممكن انا احط فيه مثلا كتبي، احط فيه حاجات كتيرة، فممكن احط فيه كذا حاجة انا خاصة بي، انا زي موقع مختص بي. وممكن ابعت الرابط للناس والناس تدخل تشوف الفيديوهات او تشوف اللي هي الحاجات اللي انا مخزنها داخل البلوجر، ممكن يشوفوا اللي هم عايزين. يعني انت مثلا عملت سلسلة فيديوهات لشرح برنامج الوورد، الاكسل، الاكسس، حطيتها على البلوجر، فممكن اي حد يدخل هنا تبعت له الرابط، بس لازم تبعت له الرابط، هيدخل يتفرج عليها ويشوفها. زي كده قناة اليوتيوب انا بحط عليها فيديوهاتي وحياتي والناس بتدخل عليها تشوفها، نفس القصة. بس ده موقع، ده موقع، ادي شكل الموقع، ادي البوستات اللي انت بتنزلها، الحاجات اللي بتنزلها اهي. هنا بيقول لك كم واحد شافها، وهنا كم تعليق عليها اهي زي ما انتم شايفين. كلها كام؟ 12 فرد. دي تبع البلوجر برضو. طيب البودكاست او خدمة البث والنشر، اللي هي البث المباشر، اللي هي البث المباشر يعني اللي احنا بنعمله دلوقتي بس مباشر، اللي احنا بنعمله دلوقتي بس مباشر، ان هي المحاضرة لايف، المحاضرة بتتلقى في نفس الوقت مش مسجلة. لا، انا حاليا قاعد في المكان اللي انا فيه وانتوا قاعدين بتستمعوا للمحاضرة، فكلنا قاعدين في نفس الوقت في لايف بس مباشر في نفس ذات اللحظة. يعني مش مسجل المحاضرة وبعد كده باعتها، لا،
ده اللي هو اللايف، بتكون عن طريق مثلا صوت او فيديو او صورة حاجة زي كده برضو اهو. طيب في حاجة اسمها الـ RSS Really Simple Syndication، خدمة التلقيم البسيط او موجز الويب. الخدمة دي زي انتوا شايفين اللي هو مواقع الاخبار زي الجرايد، الجريدة بتنزل عليها الاخبار اول باول، ده موقع بينزل عليه الاخبار اول باول. زي مثلا بنلاقي ان في مواقع رياضية بتبعت الاخبار الرياضية اول باول، نفس القصة اهي، خدمة في مواقع الشركات. تمام دي بالنسبة للتطبيقات، التطبيقات بتنزل على التليفون بتنزل الاخبار اول باول، زي اللي هو اليوم السابع الجريدة المصرية اليوم السابع، زي اللي هو في اللي هو جلاء وهكذا. طيب مجتمعات انترنت افتراضية، مجموعة الواتساب اللي احنا عاملينها تعتبر مجتمعات انترنت افتراضية. ايه معنى مجتمع انترنت افتراضية؟ يعني تجمعات من افراد مختلفة في اماكن متفرقة في انحاء العالم. يعني دلوقتي انا من مصر، غيري من الامارات، غيري من السعودية، غيري مش عارف من العراق، غيري من تركيا، غيري من الكويت، غيري من فلسطين. فالناس حوالين العالم كلهم بيتجمعوا في مجموعة واحدة، في مجتمع واحد عن طريق الانترنت، بيتواصلوا مع بعض عن طريق التكنولوجيا، زي مثلا مواقع شبكة الويب، زي منتديات الانترنت، زي غرف المحادثة اللي هي اللي احنا عاملينها الجروب، زي اللي هو لعبة ببجي اللي هي في العاب الانترنت الافتراضية، ده جزء برضو منها. طيب علشان استخدم الانترنت لازم اخلي، مش لازم، هو الاحتياطات اللي انا لازم اخدها عشان استخدم الانترنت لازم يكون امن. ازاي؟ ان انا اخلي المعلومات الشخصية خاصة، مش كل حاجة بتحصل. يعني بنلاحظوا ان في اغلب البلوجر او اليوتيوبر بينزلوا حياتهم اليومية كلها على الفيس، كل حاجة بتحصل في بيوتهم بيطلعوها لبره، ده اكبر غلط ممكن يعملوه. بس هنرجع ونقول لكل واحد حريته الشخصية، فأنا لازم ان انا اجعل المعلومات الشخصية خاصة وعدم نشرها، ان انا برضو ما كترش من المعلومات الشخصية اللي ممكن انزلها، ان انا مش اي حد مثلا اديله الباسورد بتاع الواي فاي، مش اي حد ادخله على الشبكة بتاعتي. طيب الصحة، هي حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية. معنى ايه؟ الصحة علشان احافظ عليها لازم يبقى عندي سلامة بدنية في جسدي وعقلي واجتماعي. بمعنى ان انا مثلا الاضاءة بتاعت الكمبيوتر او اللاب او التليفون ما اقعدش عليها 24 ساعة، لان ده هيأثر عليها صحيا، فلازم على الاقل كل مثلا فترة او كل ساعة ادي راحة ربع ساعة تلت ساعة وهكذا، ما افضلش قاعد طول الوقت ساعات متواصلة على جهاز كمبيوتر على تليفون، فده يأثر عليه من الناحية الصحية. طيب يعني هندسة بشرية، العلاقة الهندسية ما بين الإنسان ومحيط عمله. يعني دلوقتي أنا شغال في محيط عمل أو شغال في عمل معين، هل العمل ده أو المكان ده موفر للظروف اللي أنا أقدر أشتغل فيها ولا لأ؟ هل انا قادر اتكيف مع المكان اللي انا فيه ولا لا؟ ولا انا شغال عشان خاطر يعني بس اصرف على نفسي؟ فلازم انا كصاحب عمل اوفر لك البيئه المناسبه اللي تشتغل بيها. طيب الاضاءه بتاعت التليفون، بتاعت اللابتوب، بتاعت الجهاز الكمبيوتر، لازم تكون الاضاءه مناسبه، ولا تكون عاليه خالص ولا تكون واطيه خالص. يعني ان انا مثلا لما اجي اشرح حاجه ولما اجي اقعد على اللاب او اقعد على الكمبيوتر لازم الشاشه نفسها تكون في نفس مستوى العين، يعني ولا الشاشه اكبر مني ابص لها فوق ولا اصغر مني ابص لها لتحت، اهي ان يجلس المستخدم بحيث تكون عيناه في نفس مستوى ارتفاع الشاشه، ما اكونش قاعد تحت مصدر ضوء تحت اللمبه على طول، مثلا قاعد جنب الشباك فداخله مني اللي هو ضوء الشمس، ما احطش الشاشه في وش النافذه او في نص في وش الشباك. طيب
دايما الإضاءة بتاعت الشاشة، إن أنا مثلا ما أكونش في مكان ضلمة ومعلي الإضاءة زي كده، لازم الإضاءة تكون مناسبة، ولا تكون عالية خالص ولا تكون واطية خالص. لما أجي أكون قاعد على جهاز الكمبيوتر لازم أفرد ظهري، ما أكونش مايل ظهري زي كده. في أغلب الناس بتكون مميلة ظهرها، الميلة دي هتأثر على العمود الفقري، فلازم على الأقل ده الوضع الصحيح، إن أنا أكون فارد ظهري كله على الكرسي. طيب ان انا اتجنب ان انا اقعد لفتره طويله، على ان انا اجلس فتره طويله، يعني مثلا كل ساعه ادي لنفسي مثلا 10 دقائق راحه لو معايا شغل كتير، بس على الاقل ما اقعدش ساعات متواصله ورا بعض. وما يلش راسي، لازم راسي تكون في نفس مستوى الشاشه. طيب المكتب لازم يكون قريب مني مش بعيد مني. طيب على الأقل ممكن أحط سنادة خشب من تحت علشان أريح رجلي. طيب محط السماعات في ودني أنا وقاعد على الكمبيوتر أو قاعد على اللاب، هيأثر عليا لأن ذلك يؤدي إلى عبء زائد على فقرات وعضلات الرقبة. طيب ان انا اقفل شاشه الكمبيوتر على الاقل بين ساعات العمل، يعني كل ساعه مثلا ممكن اقفلها 5 دقائق، اقفلها 10 دقائق وهكذا. طيب ده بالنسبه لي الاحتياطات. العين في مستوى الشاشه، على طريقه الكتابه اهو، لازم اكون ظهري كله مسنود على الكرسي زي ما انتم شايفين كده. الميلة دي غلط، لازم اخليها كده بالشكل ضيق، والمستوى النظر في مستوى الشاشة دي غلط ودي غلط، على الأقل لازم أكون فارد ظهري بنفس الشكل ضيق زي ما انتوا شايفين كده اهو. لما أجي أشيل حاجة ده الشكل الطبيعي اللي أنا أشيل بيه الحاجة دي. زي ما انتوا شايفين الوضع ازاي. طيب زي ما قلنا عوامل ضمان الصحة الجيدة اثناء استخدام الكمبيوتر، انا لازم على الاقل اخد فترة راحة كل ساعة 5 دقائق او كل ربع ساعة مثلا، اريح عيني كل ربع ساعة لازم اريحها على الاقل. استخدم كرسي، ان انا الكرسي اللي هو المتحرك دي عشان اريح القدمين لازم استخدم مسند صغير. ينصح المستخدم باخذ فترات راحه بشكل منتظم، لازم اخد مثلا راحه، يعني مثلا كل نص ساعه اخد 5 دقائق، كل ساعه اخد 10 دقائق وهكذا، علشان ارهاق الذراع والاصابع، ان انا بستخدم لوحه المفاتيح والفار لفترات طويله. لازم لما اشغل اي جهاز الكتروني لازم يبقى فيه تهوئه حوله، تهوئه جيده، ما يكونش في مكان درجه حرارته عاليه. انا عندي جهاز كمبيوتر في البيت مش شغال، يا اما ابعته للشركه عشان تعيد تصنيعه يا اما ابيعه، لكن ما احتفظش بيه. طبعا في الطباعه في عبوات حبر، فانا ممكن عبوات الحبر الفارغه استثمرها، ان انا ارسلها للشركه المصنعه عشان تعيد تعبئتها بالحبر، ان انا بقلل من ورق الطباعه واخلي ان انا اقرا الملفات الكترونيا. في ناس بتفضل ان هي تطبع مفيش مشكله، بس احنا عايزين نقلل من الطباعه عشان نعمل تدوير لمكونات الحاسوب. طيب بالنسبه للورق المطبوع، الورق اللي احنا بنطبعه وشي بس، ممكن استثمره بحيث ان انا اطبع فيه برضه في الجانب الاخر اللي هو وش وظهر وهكذا. طيب انا لو انا مش بستخدم جهاز الكمبيوتر يفضل ان انا اطفيه، ما اسيبوش شغال كده وخلاص، ان انا اضبط اعدادات الشاشه بحيث انها تقفل تلقائيا. ازاي؟ ان احنا اللي احنا اخدناها في كنترول بانل، ولا اخدناها فين بس افتكر معايا. اللي هي ازاي؟ اللي هو اروح على كليك يمين على سطح المكتب بيرسونلايز،
وبختار حاجة اسمها لوك سكرين، انزل تحت في حاجة اسمها سكرين سيفر اللي احنا شرحناها مع بعض، من خلالها بحدد الحاجة اللي انا عايزها هنا وحدد المدة. لو انا سبت الجهاز مثلا لمدة 5 دقايق يفصل لوحده، ادوس ابلاي وادوس اوكي. بس ده اللي هو تظبيط اعدادات الشاشة. لو جينا اتكلمنا على الجزء اللي هو تكنولوجيا المعلومات اللي هي أسئلة الامتحانات الدولية، أول سؤال بيقول لي أي حق الحاسب مسؤول عن إنتاج نسخة تتداولها الأيدي من المستندات؟ يعني الفارة هي اللي بتنتج لي نسخة بمسكها بإيدي من المستندات؟ لا. الشاشة؟ لا برضو. القرص الصلب؟ لا. الطبعة هي اللي بتنتج لي نسخة بقدر أمسكها بإيدي من المستندات، هي اللي بتنتج لي الورق. اي من مواصفات المعالج تقاس بالجيجا هرتز؟ سرعه المعالج الداخليه، سرعه المعالج زي ما شرحناها السي بي يو بتقاس بالجيجا هرتز. مديك برامج بيقول لك اي من البرامج دي او ما الذي لا يعد برنامجا تطبيقيا؟ الاكسل برنامج، الاكروبوت ريدر اللي هو برنامج البي دي اف ده برنامج، اللينكس ده نظام تشغيل، الدريم اوفر ده برنامج. فهو اللينكس اللي هو لا يعد برنامجا تطبيقيا. طيب كنا شرحنا المحاضرة اللي فاتت اللي هي الشبكة المحلية والمحلية اللاسلكية والواسعة، اللان والدبليو لان والدبليو ان. بيقول لك ما هو افضل وصف لشبكة تتشارك في الموارد عن طريق خادم ضمن نطاق جغرافي صغير؟ احنا قلنا دي اللي هي اسمها الشبكة المحلية. طيب ماذا نسمى النظم المعنية بالحقوق والمسؤوليات تجاه البيانات الشخصية؟ اسمه قانون حماية البيانات. عشان احمي بياناتي في نظم بتعملها جوجل تحت بند قانون حماية البيانات. عند الحاسب الدفتري اللي هو زي الكتاب اللي هو زي النوت بوك اللي بيقفل وبيفتح، ايه الاسم الاخر ليه؟ اللي هو الحاسب المحمول اللي هو اللابتوب اللي انا بشيله معايا، ده هي الاسم الاخر للحاسب الدفتري. وحدة قياس معدل نقل البيانات اللي احنا شرحناها برضو اللي هي الميجا بت بير سكند. طيب ما الذي لا يعد من خصائص الاتصال عبر البرود باند؟ تفتكروا الناس تشارك معايا يعني ايه برود باند؟ يعني ايه البرود باند؟ ناس تشارك معايا يعني ايه برود باند؟ البرود باند. دي حاجة أنا بستخدمها في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بنقل بها إشارات ليها كذا تردد متعددة الترددات بواسطة كابلات أو ألياف بصرية. طيب دي ممكن إن هي تتعرض لتهديدات أمنية، إن هي بتوفر لي أسرع معدل نقل البيانات، إن هي بتوفر اتصال بالإنترنت. لكن اللي هي الحاجة اللي هي لا تعد من خصائصها هي الدفع بحسب عدد الساعات. كنا اتكلمنا عن منافذ الادخال والاخراج، قلنا ان منفذ الادخال والاخراج عندي المنفذ المتسلسل او عندي المتسلسل الشامل اللي هو اليو اس بي، والمنفذ المتوازي، وعندي المنفذ اللي هو منفذ الشبكه. فهنا مديني منافذ، بيقول لي ما الذي يعد منفذ ادخال؟ المنفذ الافقي ادخال؟ لا. الثابت؟ لا. التقاطع؟ لا. اللي هو منفذ التوازي، عندنا منفذ المتسلسل والمتوازي واليو اس بي ومنفذ الشبكة، دول انواع المنافذ اللي انا بدخل فيها الوصلات او الكابلات بتاعتي. طيب ما الذي يعطي المؤلف والمطور للبرامج
دي أسئلة الامتحانات الدولية، أسئلة الامتحانات الدولية. ما الذي يعطي للمؤلف والمطور للبرامج نفس الحماية القانونية المؤلف وناشر وكاتب الأعمال الموسيقية؟ أي حاجة بعملها أو أي كتاب أنا بنشره أو أي حاجة بعملها لازم يبقى ليها حقوق نشر. أنا علشان مثلا أخلي حد ينشر كتابي لازم ياخد حقوق النشر مني، أخلي حد ينشر فيديو خاص بيا لازم أنا أكون موافق عليه، فدي اسمها حقوق النشر. نديك عبارات، قايل لك أي عبارة هي الصحيحة عن ذاكرة الوصول العشوائي. إحنا قلنا إن الرام هي ذاكرة مؤقتة وهي ذاكرة للقراءة والكتابة، اللي هي ذاكرة الوصول العشوائي هي نموذج لذاكرة القراءة والكتابة. ما هو الخيار غير المتاح عند استخدام خدمة البنك الإلكتروني لما أجي أستخدم بنك إلكتروني؟ عندي خيارات، إيه الخيارات؟ في خيار من الخيارات دي مش متاحة، تحويل مبالغ لحسابات أخرى متاح، إن أنا أسدد فواتير متاح، إن أنا أعرض رصيد الحساب متاح، بس الحاجة اللي هي مش متاحة اللي هي إن أنا أسحب النقود من حسابي. بيقول لك ما هو الصحيح بخصوص العمل عن بعد؟ يعني إيه عمل عن بعد؟ بيقول لك يكبد الشركة تكاليف شراء مساحات إضافية للمكتب، مش هيكلفني تكاليف أصلا، بيزيد من فرص التفاعل الاجتماعي، هو أصلا بيضعف التفاعل الاجتماعي العمل عن بعد، إن أنا بشتغل بعيدا عن مكان عملي. يستلزم عن بعد وجود وسيلة مواصلات، إزاي وأنا أصلا موجود في البيت موجود بعيدا عن مكان شغلي، بس إن هو بيساعد الموظفين على التركيز على أداء مهمة واحدة بشكل أفضل. ما المقصود بالمدونة الإلكترونية؟ المدونة هي مجلة موجودة على الإنترنت، اللي إحنا قلنا إيه؟ قلنا اللي هي ممكن من خلالها أنشر أخبار. هل هي دي ولا لأ؟ التانية اسمها الـ RSS اللي هي خدمة التلقين البسيط. أما المدونة اللي أنا بحط فيها كل حاجة، أنا ممكن أنشر فيها بعض، ممكن أكتب فيها التعليقات، ممكن أحط فيها فيديوهات خاصة بيا أو أي حاجة خاصة بيا كشرح. ما الذي يسمى مجتمعات افتراضيه؟ قلنا مجتمعات افتراضيه وشرحناها، تتكون من اشخاص لديهم نفس الاهتمامات والهوايات والانشطه، الالعاب الالكترونيه ولا النوادي الرياضيه ولا ساحات النقاش ولا مواقع التواصل. مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي بتسمح لي ان انا انشئ مجتمع افتراضي. بيقول لك ما الذي لا ينتج عن الاضاءه السيئه في مقر العمل؟ ما الذي لا ينتج؟ اللي بينتج عن الاضاءه السيئه القدرة الإنتاجية، انخفاض القدرة الإنتاجية، إن هو الإصابة بالإجهاد. الإضاءة السيئة برضو بتسبب لي الصداع، لكن إن هي الإصابة بالإجهاد البدني المتكرر، دي الإضاءة، أنا مش بعمل مجهود، فالإضاءة السيئة بتسبب لي التلات حاجات الأولانية دول، أما الحاجة اللي هي مش بتسببها اللي هي الإصابة بالإجهاد البدني المتكرر. فيما يتعلق بقانون حماية البيانات، أي من الأشخاص التالية له الحق في معرفة شكل الحالة التي توجد عليها البيانات الشخصية وتصحيح أو حذف أي بيانات خاطئة بها؟ مين اللي أحقية إن هو يعرف شكل الحالة؟ مين اللي أحقية إن هو يصحح البيانات؟ ومين اللي أحقية إن هو يحذف البيانات دي اللي هو صاحب البيانات؟ طيب، شرحنا في الباوربوينت اللي إحنا ملف الباوربوينت ده، شرحنا فيه اربع برامج اللي هو تمييز الاصوات، قارئ الشاشه، مكبرات الشاشه، لوحه المفاتيح. فما الذي ينتج قراءه صوتيه للبيانات؟ مين اللي بيجرى لي قراءه صوتيه للبيانات المعروضه على الشاشه؟ اللي هو قارئ الشاشه. قارئ الشاشه يعني تعلم الكتروني، دي تجربه تعليميه متعدده الوسائط بالصوت والصوره. ما الذي لا يتطلب اتصالا ماديا بالانترنت؟ اللي هي الشبكة اللاسلكية، مش بتحتاج من اتصال مادي بالانترنت. ما الذي يعبر عن النموذج المستخدم لتحقيق الاتصال الفوري ما بين شخصين؟ ان يعمل فيه ان يبقى فيه تواصل ما بين شخصين، زي ما كنا ادينا مثال عليها، زي الواتساب، زي المسنجر، زي الفايبر، زي التويتر، اللي هي اسمها الرسائل الفورية، الرسائل الفورية او اللحظية. ما الذي لا يساعد على حماية البيئة؟ إعادة تدوير خراطيش الحبر، دي بتساعد على حماية البيئة. إغلاق شاشة الحاسوب عندما لا تكون قيد الاستخدام، بتساعد على حماية البيئة.
إعادة تدوير الورق بيساعد على حماية البيئة، لكن إن أنا أفحص ملفات الحاسب والتأكد من خلوها من الفيروسات هو الذي لا يساعد على حماية البيئة. ما المقصود بعملية رفع الملفات على الإنترنت؟ إيه معنى إن أنا أرفع الملفات على الإنترنت؟ معنى كده إن أنا بنسخ صورة من الجهاز عندي للإنترنت. أي مما يلي يعد من الطرق الجيدة لمنع سرقة البيانات. عشان أمنع سرقة البيانات لازم أحمي الملفات السرية والحساسة اللي عندي بكلمة مرور. طيب، كنا شرحنا المحاضرة اللي فاتت الفرق ما بين الإنترنت والإكسترانت. الإنترنت بيقبع ما بين الموظفين، موظفي الشركة فقط لو ادينا مثال عليها الشركة. طب لو حد جه من خارج الشركة اسمه إكسترانت، فهي شبكة داخلية خاصة تمنح صلاحية الدخول لمستخدمين بعينهم من خارج الشركة. ما الذي يعد الأكثر نسبيا في الإصابة؟ اللي بيعد الأكثر نسبيا في الإصابة بالإجهاد البدني، اللي بيسبب لي الإصابة بالإجهاد البدني، إن أنا العمل المستمر دون توقف لفترات طويلة دون توقف. طب ايه معنى البودكاست؟ اللي هي خدمة اللي هي البث والنشر احنا اتكلمنا عليها. ده ملف وسائط متعددة يتم نشره على الانترنت لتشغيله على مشغلات الوسائط المحمولة. طيب، عندي برنامج اسمه قواعد البيانات اللي هو الاكسس، وبرنامج جداول البيانات اللي هو الاكسل. ده بيندرج تحت فئة البرامج التطبيقية، البرامج التطبيقية اللي احنا شرحناها. ما الاجراء الاحتياطي الجيد اتخاذه عند استخدام المجتمعات الافتراضية؟ مش لازم انا استخدم كل حاجة تكون حقيقية على مجتمع الانترنت. لو بعمل مجتمع افتراضي استخدام اسم مستعار في غرف الدردشة. زي ما قلنا برضو مش كل حاجة خاصة بي انزلها عن طريق الانترنت، مش كل حاجة اظهرها عن طريق الانترنت. ما هو افضل وصف لقواعد السلامة الصحية؟ ان انا اعاين مقر العمل وتجهيزات الديكورات وتأثيرها على الموظفين داخل الشركة. اللون نفسه ليه تأثير، هيأثر عليك نفسيا. مثلا في ناس عاملين الشركة كلها لونها أبيض، في ناس عاملة أصفر، في ناس عاملة مش عارف أسود، فالألوان نفسها بتأثر نفسيا برضو على الموظفين. إن أنا أعاين مقر العمل أشوف هل هو سليم، إن هو إن هي الموظفين تبتدي تشتغل فيه ولا لأ. ما هو البرنامج الذي يتيح شفرة المستخدم الخاصة به للاستخدام والتعديل مجانا؟ في برامج اسمها مفتوحة المصدر، ممكن اعدل عليها زي ما انا عايز. مثلا برنامج الوورد ده برنامج مفتوح المصدر، ممكن اعدل عليه زي ما انا عايز. طيب، ما هو الصحيح عن خدمات الانترنت؟ خدمات اللي هو البرود باند تسمح لي ان انا اشارك خط اتصال مع اكثر من جهاز حاسب آلي. طيب، اختصارت الار اس اس اللي هي ايه؟ Really Simple Syndication، دي اللي هي الـ RSS. ما الذي لا يعد من طرق انتشار فيروس الحاسوب؟ ان انا اركب شاشة حاسوب جديدة، ما لها بانتشار فيروسات، لكن ان انا احمل برنامج من مصادر غير موثوق بها هتسبب لي فيروسات. ان انا افتح ملف بريد الكتروني من شخص مجهول يسبب فيروسات. ان انا اشغل وسيط تخزين مصاب بالفيروسات اللي هو وسيط خارجي فلاشة كارت ميموري هيسبب لي برضو فيروسات. طب يعني ايه احصل على رخصة البرنامج؟ ان انا يديني الحق ان انا اسطب واشغل البرنامج عندي. اي مما يلي يمثل جهاز حاسوب يقدم موارد وخدمات مثل مشاركة الملفات اللي هو الخادم. الخادم ده جهاز الخادم بيقدم لي موارد وخدمات زي ان انا اشارك الملفات والطابعات على الشبكة. ما الذي لا يحتاج اتصال بالانترنت؟ خدمة التواصل الفوري عن طريق الواتساب وغيرها بتحتاج اتصال بالانترنت. خدمات المصرفية عبر الانترنت محتاج اتصال. التعليم عبر الانترنت محتاج اتصال. اما ان انا اعمل تحرير لمقاطع الفيديو فهي دي اللي مش محتاجة اتصال بالانترنت. الاي سي تي معناها ايه؟ انفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي، اللي هي تقنيه المعلومات والاتصالات. طيب،
ما الذي يسمح ما الذي يستخدم في إنشاء وإرسال الرسائل في نظام حاسوبي؟ مين اللي بيستخدم لي إن هو ينشئ ويرسل الرسائل اللي هو البريد الإلكتروني؟ إيه هو مصطلح الفوليب؟ المصطلح ده إن أنا من خلاله بقدر أعمل اللي هو محادثات صوتية عبر الإنترنت. اللي أنا بعمله دلوقتي دي محادثة صوتية، فده يعتبر بروتوكول اسمه الفوليب. ما الذي لا يعد من طرق نشر المحتويات؟ أنا عشان أنشر محتويات على الإنترنت ممكن أكتب منشور جديد، ممكن أكتب تعليق جديد، ممكن أرفع فيديو على التواصل الاجتماعي، لكن أنا أخزن ملفات الصور على قرص مضغوط مش من طرق نشر المحتويات على الإنترنت. ما الذي يعد إجراء جيدا لمراعاة السلامة الصحية؟ إن أنا أعمل تمرين خاص للعين كل 30 دقيقة، يعني إن أنا مثلا أوقف شوية، إن أنا مثلا قاعد على الشاشة دي لفترة طويلة، أنا على الأقل كل 30 دقيقة إن أنا أريح النظر بتاعي، أريح عيني، أريحها 5 دقايق 10 دقايق. ما الذي يساعد في توفير الطاقة؟ إن أنا أوقف تشغيل الجهاز عندما لا يكون قيد الاستخدام. إيه هو الهدف من إن أنا أستخدم اسم المستخدم وكلمة مرور عند تسجيل الدخول لجهاز الحاسوب؟ لمنع محاولات الوصول غير المصرح بها لجهاز الحاسوب، يعني مش أي حد يدخل على جهاز الكمبيوتر بتاعي، مش أي حد يفتحه، عشان كده بستخدم اسم المستخدم وكلمة مرور. ما الذي يعد نهجا جيدا فيما يخص كلمات المرور؟ ان انا اغير كلمات المرور بانتظام، اغيرها كل فترة والتانية. ان انا اعمل نسخة احتياطية من الملفات واخزنها في مكان بعيد، ليه؟ ايه السبب منها او ايه الفائدة ليها؟ الفائدة ان انا بقلل من فرصة فقدان البيانات المهمة، يعني لو عندي بيانات مهمة حاططها وانا عملت نسخة احتياطية ليها عشان لو فقدتها اقدر اوصل لها تاني. ايه وظيفة جدار الحماية؟ ان هو بيحميلي الحاسوب بتاعي من محاولات الاختراق الداخلية. كيف تستطيع حماية جهاز الحاسوب من الفيروسات؟ ان انا اعمل تحديث لبرنامج مكافحة الفيروسات بانتظام. طيب، ما هو احد المبادئ التي يجب ان يعتمد عليها الشخص المتحكم في البيانات؟ يجب حماية البيانات السرية من استخدام غير المصرح بها. ازاي احمي البيانات السرية؟ عن طريق كلمة مرور، وبحميها عن طريق كلمة مرور. طيب، اخر حاجة هنشرحها النهاردة هو الامن السيبراني. يعني ايه امن سيبراني؟ من اسمها امن، معروفة بامن المعلومات، ان انا اعمل حماية لحاجة معينة، ان انا اعمل كلمة مرور لحاجة معينة، فانا بعمل امن ليها، ان انا محميها من الاختراق. طيب، في مصطلحات عندي زي مصطلح اسمه الفضاء السيبراني. يعني فضاء سيبراني؟ او ظهر امتى المصطلح ده؟ سنة 82. العالم اسمه ويليام. طيب، مفيش مصطلح معترف عليه دوليا مثل الامن القومي وأمن المعلومات، بس المصطلح اللي وصلوا له إن هي بيئة تفاعلية رقمية تشمل عناصر مادية وغير مادية، يعني عن طريق اللي هو الأقمار الصناعية يكون في بيئة تفاعلية فيها عناصر مادية وغير مادية، برضو ساعات بتكون مكونة من مجموعة من الأجهزة وأنظمة الشبكات. طيب، في مصطلح اطلقوه على الفضاء السيبراني، الفضاء من اسمه الفضاء اللي هي خاصة باللي هو مر صناعية، اطلقوا عليها اللي هو الزراع الرابعة للجيوش الحديثة، الزراع الرابعة للجيوش الحديثة. عندي الردع السيبراني، الردع يعني منع، من اسمها ان انا امنع الاعمال الضارة ان هي تدخل على جهاز الحاسوب عندي. ان انا يبقى عندي برنامج فحص فيروسات، عندي برنامج حمايه، فبرنامج الحمايه ده بيمنع لي ان اللي هي البرمجيات الخبيثه انها تدخل على الجهاز عندي. الهجمات، ايه معنى الهجمات السيبرانيه؟ يعني شخص اللي هو مسمينه اللي هو الهاكر، الشخص ده بيحاول ان هو يعطل لي حاجة معينة على الجهاز، بيحاول يسرق البيانات بتاعتي على الجهاز، الفيروسات
اللي بيتهاجم الجهاز دي برضه هجمات سيبرانية، فبرضه ازاي احمي نفسي منها عن طريق برنامج لفحص الفيروسات. يعني جريمة سيبرانية اللي هي الأعمال غير قانونية، اللي هو الشخص الهاكر اللي هو بيدخل على جهازك علشان يسرق البيانات بتاعتك، فده اسمها جريمة سيبرانية. طيب أقوى الدول العربية سيبرانيا هي عمان، أقوى الدول اللي خاصة به اللي هو عاملة أمان على الأجهزة بتاعتها، بعد كده مصر، بعد كده قطر، أضعفهم اليمن، بعد كده الصومال، جزر القمر، العراق، جيبوتي، الكويت، موريتانيا، لبنان، ليبيا، فلسطين. حسب مؤشر الأمن السيبراني سنة 2017 لما عملوا دراسة لقوا إن أقوى دولة عاملة نظام أمان فهي عمان، أضعفهم فهي فلسطين. أهمية الأمن السيبراني، إيه أهمية إن أنا أعمل أمن؟ أهمية إن هي بتحافظ لي على السرية، السلامة بتحافظ لي على سلامة البيانات من الاختراق، إن أنا أبقى جاهز لأي اختراق ممكن أو لأي هجوم ممكن يتعرض ليه الجهاز بتاعي. طيب فوائد الأمن السيبراني، أنا بستفاد إيه من الأمن السيبراني؟ أنا بحمي الملفات بتاعتي، ان انا بقدر استرد البيانات المسربه في اسرع وقت، ان انا بحسن مستوى حمايه المعلومات، ان انا بحمي الشبكات والبيانات من الدخول غير المصرح بها. يعني ايه برمجيات خبيثه؟ ده برنامج بيتصمم علشان خاطر، على فكره الفيروسات دي برنامج اصلا يعني حد صممها، الفيروسات دي برنامج بيصمموها من قبل المبرمجين. طيب هو برنامج بيتم تصميمه ليسبب لك او لجهازك الضرر. طيب ايه انواع البرمجيات الخبيثة؟ عندي في حاجة اسمها الفيروس المتنقل. ايه معنى الفيروس المتنقل؟ معناها مثلا ان انا حطيت فلاش على جهاز والفلاشة دي اتفيرست، فرحت حطيت الفلاشة دي على جهاز تاني، فكده الفيروس انتقل من جهاز للتاني وهكذا. الاعلانات اللي بتجي لنا دي يعتبر برضو نوع من انواع الفيروسات. في برامج تجسس، يعني مثلا يقول لك ادخل على الرابط كذا واعمل كذا، فالروابط اللي هي المجهولة ففي مثلا اشخاص باللي هم ادخل على الرابط ده مش عارف هتكسب كام، هتعمل ايه، ادخل على ده يسجل مش عارف يعمل ايه وايه. ف اغلب اللي هي الحاجات دي بتبقى حاجات تجسس، مش اي رابط ادخل عليه، لازم اتحقق الاول من الرابط، من سلامة الرابط ده. الفيروسات في برنامج اسمه الروبورت، الفدية، حصان طروادة، اكسوكوبي، برونتوك، الدودة، الروتيكيت. الروتيكيت ده برنامج بيستخدمه اللي هو الاشخاص اللي هم اسمهم الهاكر علشان ان انا اتجنب اكتشافي اثناء الوصول غير المصرح بيه لجهاز الكمبيوتر. يعني انا وباخد البيانات من الجهاز علشان محدش يكتشفني، فبستخدم برنامج اسمه روتوكيت علشان اتجنب اكتشافي. حصان طروادة هو برنامج ضار يتخفى بشكل ملف عادي لكنه ينفذ بعض العمليات الضارة على الكمبيوتر. لما اجي انزل مثلا حاجة فيها حصان طروادة ممكن افتكر ان هو برنامج عادي وخلاص ما فيهوش اي حاجه، ممكن فجاه مثلا الاقي عندي في برنامج ظهر عندي على الجهاز. البرنامج ده اتحمل ازاي او اتعرف ازاي او نزل ازاي اصلا على الجهاز عندي؟ انا مستغرب، انا ما سطبتش الحاجه دي، فبقعد اسال في البيت مثلا عندي حد نزله، اقول لك لا ما حدش نزله،
فدي بتكون برضو من انواع الفيروسات اللي هي ممكن تدخل على الجهاز عندي. اكثر انواع البرمجيات الخبيثة اللي بحثت عنها اسمها التروجانات، برضو ده نوع من انواع الفيروسات. ارشادات سيبرانية لتعليم امن. لازم لما اجي احمل تطبيقات او مثلا برامج لازم احملها من مصادرها الرسميه. عايز احمل مثلا اوفيس 2019 2016 لازم احملها من الشركه نفسها من مايكروسوفت. طيب ان انا لما اجي اربط الاجهزه بالشبكات الموثوقه لازم لما اجي اربطها بشبكات موثوقه مش اي شبكه وخلاص. الروابط قبل ما ادخل عليها لازم اتاكد منها. ان انا انشا كلمه مرور معقده وغير مكرره، ما كررش كلمه مروري، يعني ما احطش كلمه مروري بس حروف بس او ارقام بس او رموز بس، لازم تتكون من حروف وارقام ورموز. طيب الفلاشه واي مصدر خارجي قبل ما احطه لازم اعمل له فحص. طيب ازاي احمي نفسي من البرمجيات الخبيثه؟ ان انا لما اجي انزل حاجه من مواقع الانترنت زي كده مثلا، ايا كان اللي ادخل عليه لازم اتاكد ان في علامه القفل من فوق، فمعناه ان هو امن. طب لو مفيش علامه القفل في حاجه اسمها ال HTTPS اللي هو ال HTTPS. طالما لقيت عنوان البريد الالكتروني فيه ال HTTPS فده اللي هو موقع امن، فده معناه ان هو موقع امن. طيب ان انا استخدم برنامج حماية، احط برنامج فحص فيروسات. طيب ان انا ابتدي احدث اول باول البرامج الموجودة عندي. ان انا مثلا قبل ما انزل اي برنامج لازم اقرا التعليقات اللي عليه، الناس اللي استخدمته. ان انا مش اي شبكة واي فاي افرح بيها واستخدمها. ان انا دايما اعمل نسخ احتياطية للبرامج والملفات اللي عندي. اي ملف انزله عن طريق الانترنت لازم اكون حذر انا وبنزله. لو اتبعت لي بريد الكتروني مجهول لازم اتاكد الاول منه. ان انا اجهزه اليو اس بي زي الفلاشه وغيرها، مش اي فلاشه من مصدر غير معروف استخدمها. ان انا اعمل فحص مستمر لجهاز الحاسوب عندي. طيب ازاي اعرف ان الجهاز اللي عندي اتصاب بالفيروسات ولا لا؟ الاقي ان الجهاز بطيء عندي وان الاجراءات عشان تحصل بتاخد وقت اطول علشان تشتغل معايا، ودي معناه ان الجهاز عندي فيه فيروسات. ان انا بتظهر عندي تطبيقات وملفات انا معرفش هي دي جات ازاي او حصلت ازاي او نزلت ازاي عندي. ان انا بلاقي التطبيقات او البرامج كل ما اشغلها تتعطل وتقف وتفصل لوحدها. بيانات الهاتف في التليفون نفسه بلاقيها بتشتغل لوحديها، طب ازاي وانا قافلها اصلا؟ طيب البطاريه بتاعت التليفون بتفصل بسرعه، هي اغلب بطاريات التليفونات دلوقتي بتفصل بسرعه على فكره، فدي مش مشكله اساسيه. ان انا الاقي مثلا التليفون نفسه درجه الحراره ارتفعت بشكل مفرط، بشكل يعني زاد عن الحد، تليفون او جهاز الكمبيوتر او اللاب، دي اللي هي ممكن من خلالها اعرف اذا كان في فيروسات عندي على الجهاز ولا لا. طب ازاي اشيلها؟ في برنامج من اقوى البرامج اللي هو عندي حاجه اسمها افاست وعندي حاجه اسمها افيرا، وعندي برنامج زي ديه اسمه برضو تبع انتي فيروس. البرنامج ده لو نزلته وضغطت عليه كده وفتحته فده برنامج حديث، برنامج قوي لحماية الفيروسات. انزل منين نسخة مجانية؟ ده برنامج انت فيروس. وقت ما احس ان جهازي فيه حاجة ان انا على طول بقطع الاتصال بالانترنت، بفصل الانترنت، ان انا بعمل اعادة تشغيل للجهاز،
ان انا بحذف اي ملفات عندي انا مش عارفها او ملفات ظهرت فجأة كده، تمام، وان انا زي ما قلنا اعمل اعادة تشغيل للجهاز اللي عندي، وان انا اغير كل كلمات المرور الموجودة عندي سواء كانت على الفيس او كانت مثلا لملف معين وغيرها، وابتدي احدث البرامج اللي عندي علشان اشيل البرمجيات الخبيثة. طب الفيروسات ازاي بتنتقل؟ لو انا نزلت تطبيقات من مواقع غير موثوق بها، لقيت موقع مثلا اوله HTTP بس، ده موقع غير امن. طب ال HTTPS الاس معناها security. اولا ال HTTP فهو اختصار هايبر تكست ترانسفور بروتوكول، الاس معناها سيكيورتي اللي هو الامان، نظام الامان. بتنتقل ازاي؟ ان انا مش مستخدم عندي على الجهاز حمايه، ان انا مش مثبت برنامج مكافحه فيروسات، ان انا بستخدم شبكه واي فاي مجهوله المصدر انا مش عارفها، ان انا احط اي وسيط تخزين خارجي او اي فلاشه او اي كارت ميموري بحطه من غير ما اعمل له فحص، ان انا بعملش فحص متكرر للجهاز بتاعي، شبكه الانترنت، ان انا الحاجات اللي انا بنزلها من شبكه الانترنت بنزلها من مواقع غير موثوق بها، فدي كلها طرق انتقال فيروسات الى الحاسوب. يعني ايه هويه او مصادفه؟ هويه احنا قلنا مثلا انا عشان في ناس علشان تفتح تليفون بتعمل له كلمه مرور، بتعمل له بصمه وش، بتعمل له بصمه صباع، بتعمل له بصمة صوت، فدي اسمها مصادفة. هي ايه؟ هي عملية معرفة الشخص الذي يستخدم النظام. لما اجي اعمل بصمة بتتأكد هل انا فعلا الشخص صاحب التليفون ولا لا، فدي اللي هي الهوية او المصادفة. قلنا في كلمات المرور لازم استخدمها تكون من حروف وارقام ورموز، اللي هي حروف وارقام ورموز. ان انا ما استخدمش مثلا كلمات مرور ذات الدلالات الشخصيه، يعني مثلا تدل على تاريخ ميلادي، اسمي، اسم ابويا، ان انا احاول اغيرها كل فتره والتانيه، ان انا احاول على قد ما اقدر ما تكونش اقل من 5 حروف وتكون على الاقل اكتر من يعني ما تكونش اقل من 5 بس على الاقل تكون اكتر من 5 6 7 بس ما تقلش عن كده، ولازم استخدم حروف وارقام ورموز علشان تبقى كلمة المرور اللي أنا بستخدمها أكتر أمان. طيب يعني إيه نسخ احتياط؟ إن أنا بعمل نسخة من البيانات الموجودة عندي خوفا من الضياع، دي معنى النسخ الاحتياطي. عندي حاجتين من النسخ الاحتياطي، عندي نسخ احتياطي كامل ونسخ احتياطي تراكمي. الكامل إن أنا بخزن البيانات الموجودة عندي، إن أنا بعمل نسخ للملفات اللي عندي مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، وهكذا. اما النسخ الاحتياطي التراكمي او التزويدي، ان انا بعمل نسخ احتياطي لاخر نسخه انا عملتها، مش بيعمل لي لكل الحاجات اللي انا عملتها، لا بيعمل نسخ لاخر نسخه انا عملتها على الجهاز، ده اللي هو التراكمي. ان تقوم باجراء نسخ احتياطي للملفات التي تم تعديلها بعد اخر نسخ احتياطي. اخر نسخ احتياطي انا عملته بيعمل لي عليه النسخ الاحتياطي، ده اللي هو التراكمي او التزويدي. اما الكامل ان انا بعمله مثلا كل اسبوع، كل شهر، وهكذا. طيب جدار حمايه اللي هو زي هو تطبيق يتم تنزيله بهدف حمايه جهاز الحاسوب، ده اللي هو الفاير وول. خدناه برضو في اساسيات الكمبيوتر الجزء العملي، قلنا ان ده يبقى جدار حمايه، حاجه بتحمي جهاز الحاسوب من الاختراق، او ان هو برنامج فحص الفيروسات بيحمي لي جهاز الحاسوب من الاختراق. طيب ازاي امنع سرقه البيانات اللي عندي؟ ان انا استخدم اسم المستخدم وكلمه مرور خاصه، ان انا لو عندي معدات زي الشاشه والطابعه وسايبها كده في اماكن ان انا احفظها باستخدام قوابل حمايه، ان انا بخصص مكان مستقل لحفظ اجهزه الخادم، يعني مش في اي مكان احفظ فيه وخلاص، ان انا بوفر عوازل بلاستيكيه عشان اغطي كابلات الشبكه عشان احميها من السرقة. اغلب الكابلات اللي بتكون في الشوارع الكابلات بيتم سرقتها، ليه؟ علشان ما بتكونش متغطية بعوازل بلاستيكية. طيب
هناخد بس معلش لسه لحد 3:30، هنصلي العصر ونرجع نكمل تاني. فاضل لنا جزء بسيط هنخلصه ان شاء الله، في اللي هو الاسئله اللي هي بتاعه الامن السيبراني. انا عارف ان هو جزء النظري تقيل، بس النظري ضروري علشان اللي عايز يدخل الامتحان الدولي. لو اكتفيت بالحاجات اللي انا شرحتها دي ان شاء الله باذن الله هتدخل الامتحان الدولي، هتعدي فيه نسبه النجاح. نسبه النجاح في الامتحانات الدوليه من 75%، نسبه النجاح من 75%. كل مديول او كل امتحان بتمتحنه بيكون عليه 45 سؤال لمده ساعه، 45 سؤال لمده انا اسف كل امتحان عليه 36 سؤال، 36 سؤال لمده 45 دقيقه، 36 سؤال لمده 45 دقيقه. الامتحان الوحيد اللي عليه 45 سؤال لمده ساعه هو امتحان الامن السيبراني. باقي الامتحانات كلها كل امتحان بامتحنه بيبقى 36 سؤال لمده 45 دقيقه. اما امتحان الامن السيبراني 45 سؤال لمده ساعه. تمام، هناخد ريست لحد الساعه يعني ربع ساعه كده، لحد 3:30 و5 3:35، وهنرجع نكمل. تمام ماشي، هنبدا ان شاء الله باذن الله في اول سؤال في الجزء النظري بتاع الامن السيبراني. امن السيبراني زي ما قلنا هو 45 سؤال لمده ساعه. اما باقي المستويات او المديولات 36 سؤال لمده 45 دقيقه. نسبه نجاحك في الامتحان لازم 75% توصل ل 75%. طيب اذا كنت ترغب في تامين محتوى بريدك الالكتروني ومنع الاشخاص غير المصرح لهم من الوصول اليه، اي مما يساعدك على ذلك اللي هو حاجه اسمها التشفير. بيساعدني ان انا بعمل تامين لمحتوى بريد الكتروني وان انا امنع الاشخاص غير مصرح لهم من الوصول اليه. طيب يقول لك ترغب في ترك حاسوبك الدفتري، انا عايز اسيب الجهاز بتاعي على المكتب وعايز اتاكد من ان البيئه المحيطه به امنه بشكل كامل، ميحصلوش اي حاجه ولا يتسرق. اختر من التالي الاجراء الصحيح الذي ينبغي عليك فعله لتوفير مثل هذه الحمايه. هعمل له حمايه فيزيائيه. ان انا بعمل ايه؟ بستخدم اقفال الامان لتثبيت الحاسب وتامينه في مكانه الموجود به. استخدم قفل امان، اقفل بالجهاز بتاعي علشان منعا للسرقه. طيب يمكن لقراصنه الحاسوب ان يتلاعبوا باي جهاز حاسوب عند اتصاله بالشبكه. أي من التالي هو أفضل وصف لمصطلح قراصنة الحاسوب؟ يعني إيه قراصنة حاسوب؟ قراصنة اللي هم الأشخاص اللي بيعملوا أو بيدخلوا إلى موارد النظام بطريقة غير مصرح بها. أما قراصنة إن أنا بوصل إلى النظام بطريقة غير مصرح بها. أنا بعمل تهكير للجهاز، أنا بحصل على معلومات أنا مش مصرح إن أنا أحصل عليها. يقول لك قام احد مستخدمي الانترنت بزياره موقع الكتروني، انا زرت موقع الكتروني فتم اعاده توجيهه لموقع اخر زائف دون علمه. يعني انا دخلت على موقع الكتروني فلقيت ان الموقع ده دخلني على موقع تاني وطلب مني اسم مستخدم وكلمه مرور. ما هو المصطلح الذي يطلق على هذا النوع من الاحتيال؟ اسمه تزوير عناوين الانترنت. تزوير عناوين الانترنت بيزور عناوين الانترنت، بدل ما انا داخل على موقع راح دخلني على موقع تاني خالص. طيب اختر المصطلح المناسب للتعريف التالي. قبل ما اكمل، للعلم ان الامتحانات الدولية كلها الاسئلة بتاعتها كلها اختر، كلها اختر MCQ. بيقول لك هي مجموعة من أجهزة الحاسوب المتصلة ببعضها، مجموعة متصلة ببعضها البعض ولها القدرة على المشاركة وتبادل الموارد فيما بينها، اللي هي الشبكة الحاسوبية. شبكة أجهزة مع بعض أنا رابطهم أو متصلين ببعض عشان يشاركوا الموارد والملفات فيما بينها.
بيقول لك اختر من الحالات التالية مثالا على الهندسة الاجتماعية. مدي لك 4 أمثلة، بيقول لك أي مثال من الأمثلة دي مثال على الهندسة الاجتماعية. زميل لك في العمل يحثك على كشف كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الملفات السرية. في حالة الطوارئ ليتمكن من استخدامها لاحقا في تحقيق مكاسب شخصية. زميل لك بيقول لك يعني زميل بيقول لك اديني كلمة المرور مثلا بتاعت الجهاز زي، اديني كلمة المرور بتاعت الملفات السرية دي عشان يستخدمها بعد كده ان هو يكسب بيها مكاسب شخصية. بيقول لك ارسل برنامج مكافحة الفيروسات. برنامج المكافحة بعت لك تحذير بيقول لك ان في ملف مشبوه عندك على الجهاز. الاجراء انا بعمله وضعه في الحجر الصحي. ايه معنى وضعه في الحجر الصحي؟ ان انا بحطه في البرنامج نفسه وبعمل له فحص. بعمل له فحص، بدخل على البرنامج نفسه وبعمل فحص للملف المشبوه ده. طيب، هي تقنية من تقنيات التحقق والمصادقة على هوية الأشخاص تلقائيا. ليه احنا قلنا تعريف المصادقة أو الهوية؟ إن هو بيتعرف على الشخص بحاجة اسمها قارئات العلامات البيولوجية. العلامات البيولوجية اللي هي بيجرى الشكل بتاعي، بيجرى وشي، البصمة بتاعت الصباع بتاعتي، صوتي، ده اسمه قارئات العلامات البيولوجية. أي مما يلي هو أحد المبادئ الأساسية المعروفة والمرتبطة بالحماية والمحافظة على أمن البيانات وسياسة خصوصية اسمها الإتاحة. الإتاحة. أي من العبارات التالية هي عبارة صحيحة فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها البيانات. يمكن أن تتعرض البيانات الشخصية للتلاعب عن طريق مستخدم غير معروف دون موافقة صاحبها، اللي هو يتعمل لها زي قرصنة أو تهكير. فالشخص اللي هو اللي هو بيسموه الهاكر أو القراصنة بيدخلوا عن طريق برامج بحيث إن هم يتجنبوا كشفها، زي اللي هو قلنا الروتوكيت ده برنامج عشان يتجنب كشفه، فبيدخل ياخد البيانات اللي هو عايزها ويطلع عادي من غير ما حد يلاحظه. طيب، بيقول لك أي مما يلي هو أحد المبادئ الأساسية المعروفة والمرتبطة بالحماية والمحافظة على أمن البيانات. سرقة الهوية على الإنترنت. سرقة إن هو يسرق الهوية بتاعت على الإنترنت. في حد مثلا أخد اسمي استخدمه في حاجة تاني، استخدمه عمل فيس بنفس اسمي، اخذ اسمي او اخذ الباسورد بتاعنا صاحبي مأتمنه على الاسم المستخدم وكلمة المرور، راح اخذها عنده واستخدمها في حاجة تاني، فدي اسمها ان هو سرق الهوية بتاعتي. اللي هو مثلا بنلاحظ ان اغلب الاشخاص عاملة مثلا بطاقات مزورة، ده برضو اسمها سرقة هوية. ما هو المصطلح الذي يطلق على مجموعة كبيرة من البرامج الضارة التي تهدف الى اتلاف وتعطيل جهاز الحاسوب؟ البرمجيات الخبيثة هي برامج ضارة تهدف إلى إتلاف الحاسوب. طب يعني إيه برامج دودية؟ البرامج الدودية على فكرة ده نوع من أنواع اللي هو البرمجيات الخبيثة. إحنا لما جينا تكلمنا عن أنواع البرمجيات قلنا إن في اللي هو الدودة، فهو أحد البرمجيات الخبيثة التي تم تصميمها لإصابة جهاز الحاسوب دون أن يتم ملاحظتها وتهدف إلى التناسخ والانتقال إلى حواسيب أخرى. ما هي الفائدة التي تعود من القيام بتحديث؟ لما اجي اعمل تحديث لمتصفح الانترنت بانتظام، ايه اللي بيحصل؟ ان انا بحصل على ميزات متقدمة. كل ما اجي اعمل تحديث كل ما احصل على ميزات متقدمة بشكل صحيح. عند استخدام احد برامج تشفير البيانات، ما الذي يمكن ان يحدث نتيجة فك مفاتيح فك التشفير؟ لما اجي افك مفاتيح فك التشفير اللي يحصل ايه؟ سيتعذر فتح البيانات عند فقدان المفاتيح دي. لو انا مثلا نسيت كلمة السر فانا مش هقدر افتح الكلمة، مش هقدر افتح الجهاز. لو انا عامل كلمة سر على التليفون فانا مش هقدر افتحه لان انا نسيتها، فكده انا مش هقدر افتح اي بيانات خاصة بي على الجهاز ده. يمكن للحاسوب ان يتعرض الى بعض التهديدات الامنية اثناء الاتصال بالشبكة. اي مما يلي هو احد هذه التهديدات؟ إمكانية تعرض الخصوصية لخطر الكشف. الحياة الخصوصية أو اللي أنا عاملها خصوصية خاصة بي أنا، مش عاملها على عامة، إن هي ممكن تتعرض لخطر الكشف. عشان كده أنا لازم أعمل زي ما قلنا إن أنا أجعل المعلومات الشخصية خاصة وليس عامة. طيب،
أي من العبارات التالية يسمح لجهاز الهاتف المتحرك بالاتصال بالإنترنت عن طريق شبكة بيانات خاصة بهاتف متحرك آخر اللي هي نقطة الاتصال الشخصية. بنلاحظ إن الداتا أو البيانات الموجودة على التليفون في حاجة اسمها نقطة الاتصال، دي ممكن أدي بيها داتا أو إنترنت لشخص تاني اللي هو الهوت سبوت، اسمه نقطة الاتصال الشخصية. ما الذي يمكن أن يحدث نتيجة استخدام الإصدارات القديمة؟ لما أجي أستخدم إصدارات قديمة لبرامج عندي اللي هيحصل إن أنا ممكن أواجه أخطاء في البرامج دي، إن ألاقي مثلا البرامج مش شغالة معايا وإن هي مش متوافقة مع النظام. معنى كده إن أنا مثلا لو نزلت، لما أجي أنزل برامج الأوفيس نسخة 32 بت لازم الجهاز عندي يكون النظام 32 بت. طب لو النظام الجهاز عندي 64 بت، يبقى لما اجي انزل الاوفيس انزلها بنوع نظام 64 بت، لازم يكون فيه توافق. في برنامج بيخزن لي العديد من اسماء المستخدمين وكلمات المرور في وقت واحد اسمه إدارة كلمات المرور. إدارة كلمات المرور. أي مما يلي هو أحد النتائج المترتبة على استخدام التطبيقات الموجودة في متاجر التطبيقات غير رسمية، اللي هو الأبس اللي هي متاجر غير رسمية مش رسمية. إيه اللي بيترتب عليه؟ إن هو بيسحب مني رصيد، بيسحب مني، بياخد مني رسوم. طيب بيقول لك ترغب في التحقق من مدى موثوقية الموقع الإلكتروني، أنت عايز تعرف إن الموقع ده آمن ولا مش آمن إزاي؟ احنا قلنا اللي هو عن طريق ال HTTPS يا اما عن طريق القفل. فال HTTPS معناه اللي هو عنوان ال URL، ده اسمه عنوان ال URL، بمعنى ده اسمه ال URL، الرابط ده كله اسمه ال URL، ظهر عندي فوق ال HTTPS اهو. معنى كده ان ال H معناه هايبر، التي تكست، والتي الثانيه اللي هي ترانسفير، والبي اللي هو بروتوكول، والاس اللي هو سكيورتي نظام الامان. يقول الموقع ده امن، الموقع ده امن، وعلامه القفل كمان تثبت ان هو الموقع امن. عايز اعمل ريفرش ليه من ريلود ذيس بيج اهو، اعمل اعاده تحميل للصفحه دي من اللي هو علامه اللي هي السهم دي اللي هو دوران. بيقول لك ترغب في حماية أطفالك من أي محتوى غير أخلاقي موجود على الإنترنت، بستخدم برنامج اسمه تصفية محتوى الإنترنت علشان أحمي أطفال إن هم يستخدموا أي حاجة خاصة أو أي محتوى غير أخلاقي موجود على الإنترنت. أنا عايز أرسل رسالة إلكترونية، فأنا ما هو الإجراء الأمني الذي ينبغي عليك تطبيقه للمصادقة على صحة الرسالة علشان أحافظ على سرية الرسالة وعلى أمان الرسالة، وعشان أحافظ إن أنا الرسالة محدش ياخدها تاني غيري، إن أنا أضيف توقيع رقمي للرسالة. طيب ينبغي أن تتوقع الحظر عند فتح مرفقات البريد الإلكتروني. ليه؟ علشان ممكن اللي هي مرفقات البريد الإلكتروني أو الملفات اللي بتتبعت لك على البريد الإلكتروني ممكن تكون فيها فيروسات، ممكن يبقى فيها برنامج خبيث، فقد تحتوي المرفقات على ملف تنفيذي يمكن أن يتسبب في حدوث ضرر ليه؟ جهاز الحاسوب. اي مما يلي عد من مخاطر استخدام خدمه التراسل الفوري اللي هي البرمجيات الخبيثه، يعني ممكن حد يبعت لي رابط يقول لي ادخل عليه. فخدمه التراسل الفوري اللي هي بتتم عن طريق السوشيال ميديا، ممكن حد يبعت لي رابط ادخل عليه والجهاز بتاعي يتفيرس، فده نوع من انواع البرمجيات الخبيثه. طيب ما هو الفائده التي تعود من اجراء عمليه نسخ احتياطي؟ لما اجي اعمل نسخ احتياطي في الحاله دي انا بحافظ على البيانات، لو البيانات دي انا فقدتها او اتمسحت من عندي، لا انا عامل نسخة زيادة للبيانات دي. اي من العبارات التالية هي عبارة صحيحة حول الحذف التقليدي للبيانات؟ حذف التقليدي ازاي؟ ان انا بعمل مثلا ديليت للحاجة وبروح الاقيها في سلة المحذوفات كالبن. طيب فبيقول لك ايه؟ البيانات المحذوفة بطريقة تقليدية ممكن استرجاعها، اما البيانات التي تم محوها بامان لا يمكن استرجاعها. يعني لو جيت مثلا هنا رحت دوست على ديليت من الكيبورد، هروح الاقيها راحت على ريسايكل بن سلة المحذوفات،
اعمل لها استعادة ازاي؟ كليك يمين عليها واختار حاجة اسمها ريستور، فانا كده انا بقدر استعيدها. طب لو دوست من الكيبورد شيفت ديليت، شيفت ديليت معناه انا حذفتها نهائيا من الجهاز، ما اقدرش ارجعها تاني. طيب بيقول لك ترغب في التخلص من حاسوبك القديم، انت عايز تتخلص من الحاسوب القديم اللي هو احنا قلنا ازاي خيارات اللي هو ايه، لما جينا اتكلمنا هنا جينا اتكلمنا في اللي هو إعادة تدوير مكونات الحاسوب، إن أنا عدم الاحتفاظ بالحواسيب المعطلة. طيب بيقول لك ترغب في التخلص من حاسوبك الشخصي القديم وحذف الملفات السرية، أي مما لا يعد سببا وجيها للقيام بذلك لضمان أن يتم إتلاف الملفات تماما ولا يمكن استرجاعها مرة أخرى، بحيث إن أنت لو لو الجهاز القديم بتاعك بعته لحد محدش يقدر يسترد الملفات اللي هي موجودة عليه. طيب بكده احنا كون كده خلصنا الجزء النظري بتاع امتحانات الاي سي دي ال والاي سي دي ال تيتشر والاي سي 3 والام او اس. طيب الاي سي دي ال تيتشر زي ما قلنا في مديولات زياده نظريه، في اللي هو الطباع وادخال بيانات، احنا قلنا ده يعتبر مش مديول او مش امتحان، لان هو بيديك قطعه ويشوفك كتبتها في وقت قد ايه. عندك هتمتحن امن المعلومات للمعلم اللي هو تكنولوجيا المعلومات بس خاصه اللي هو الامن السيبراني، انا اسف بس للمعلم. طيب الاي تي اللي هو تكنولوجيا المعلومات بس للمعلم في التعليم، المشاركه عبر الانترنت، دي كلها مديولات هناخدها، فيها جزء نظري وفيها جزء عملي، هناخدها ان شاء الله في المحاضرات الجايه. الهدف من كل ده ان انا اطلعك من الدبلومه وانت واخد منهج الاي سي دي ال والاي سي دي ال تيتشر والاي سي 3 والام او اس، تبقى شهاده قويه. انت واخد كل ده، كل اللي انت هتحتاجه، بس انت واخد يعتبر كورس كامل او دبلومه كامله في الحاجات دي، كل اللي هتحتاجه بس الامتحان الدولي فقط، الامتحان الدولي فقط. طيب احنا ان شاء الله باذن الله فاضل جمعتين في شهر 7، الجمعتين اللي في شهر 7 هناخد بيهم محاضرتين ان شاء الله في الباوربوينت. انا كده المحاضره الجايه ان شاء الله هشرح الباوربوينت، الباوربوينت انا خلصته، بس احنا قلنا اللي فاضل لينا في الباوربوينت اللي هو التطبيق، ازاي اعمل عرض موشن جرافيك، ازاي اعمل مشهد تحريكي، ازاي اعمل عد تنازلي، ازاي اعمل كرتون، ازاي اعمل مثلا بازل او لعبه، كل ده هنتعلمه، ازاي اعمل شكل انفوجرافيك، كل ده هنتعلمه على الباوربوينت خلال المحاضرتين اللي فاضلين في شهر 7. بداية بعد ما اخلص ان شاء الله، هو على فكرة بداية ان شاء الله بإذن الله من شهر 8 هنحاول نزود على قد ما نقدر المحاضرات، وهنشرح برنامج الاكسس. برنامج الاكسس برنامج كامل هنشرحه برضو، لان هو بتشرح، انا عايز اقول لكم بتشرح في ربع ساعة بس انا البرنامج هاخد فيه كذا محاضرة لان هنشرحه بالتفصيل. تمام، ده بالنسبة لبرنامج الاكسس. بعد كده برامج الدبلومه اللي احنا اتكلمنا فيها، طالما خلصنا الوورد والباور والاكسل والاكسس، دول يعتبر اكتر اربع برامج فيهم شغل. باقي البرامج كلها اللي فاضله، البرامج اللي هي زي الاوتلوك، زي الانفو باس، زي الشيربوينت، زي الببلشر، زي البروجكت، زي اللي هو الوان نوت، زي اللي هو الباور بي، كل برنامج من البرامج دي مفيش برنامج هياخد معانا اكتر من محاضرتين، ان البرامج دي كلها مرتبطه بالوورد والباور والاكسل والاكسس، كلهم بنفس الاوامر ونفس كل الشغل مع اختلافات بسيطه، مع اختلافات استخدامات كل برنامج فيهم. وهنتعلم مع بعض ازاي نعمل استماره جوجل ان شاء الله في النهايه، وازاي اعمل امتحان الكتروني باذن الله ان شاء الله في نهايه الدبلومه، هتطلع هتكون استفدت بيه كميه معلومات ان شاء الله باذن الله تفيدك بعد كده. مش اكبر ناقص غير ان انت بس تدخل الامتحان الدولي، بعد الدبلومة هتكون جاهز ان انت تدخل الامتحان الدولي في اي حاجة من الحاجات دي. وزي ما قلنا برضو، الناس اللي ما عندهاش امكانية انها تستخدم برامج الفوتوشوب والانستريتور، الحاجات اللي هي خاصة بالتصميم، برامج الاوفيس اللي احنا هنشرحها في الدبلومة كافية ان انا اعمل بيها اي تصميم انا عايزه.
فأولا أنا عارف إن هو بالنسبة لجزء نظري تقيل، بس ده لازم عشان خاطر الامتحان الدولي. أولا أنا بعتذر إن أنا طولت عليكم، أتمنى إن المحاضرة ما كانتش طويلة عليكم.